see everyone. بسم الآب والابن والروح القدس. الله الواحد أمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولا دهر الدهور كلها أمين. مرحبا بكم في اجتماع 12:30 بتاعنا بعد القداس. النهاردة احنا لازلنا بنعيد بعيد النوروز، بداية السنة القبطية. والسنة القبطية سنة قديمة فرعونية من قبل مجيء السيد المسيح، وبيستخدمها الفلاح المصري في الزراعة والحصاد والري، وأيضا الشهور بتاعتها واخدة اسم شهور مصرية قديمة. من سنة 284 أما اعتلى دقلديانوس الحكم، وابتدى عصر استشهاد كبير جدا، والمسيحيين تمسكوا بالديانة بتاعتهم مهما كلفهم الأمر. فالكنيسة قالت دي مناسبة مش ننساها، دي مناسبة نخليها على طول قدامنا، إنه الكنيسة مؤسسة على دم الشهداء القديسين. وعشان كده تلاقي بين سنة 2021 اللي هي السنة الجاية والسنة القبطية الجديدة 284 اللي هو تاريخ اعتلاء دقلديانوس. حاجة مهمة في الشهداء دولت هي نقاوة القلب بتاعهم. قلبهم كان نقي جدا، مملوء بمحبة ربنا، ولعل ده يمكن السبب في الترديشن في الكنيسة عندنا، إنه في عيد النوروز الكنيسة بتجيب بلح. في حاجة اسمها الترديشن في الكنيسة في المأكولات، عشان المأكولات تفكر الناس وتفكرنا بتعليم معين. فاعتادت الكنيسة لو ممكن إنها تجيب البلح الأحمر ده، وهو أحمر من بره إشارة لدم الشهداء، وأبيض من جوه عشان مملوء طهارة، مملوء قداسة قلب الشهداء القديسين. فكانوا فعلا قلبهم نقي جدا ومرفوع للسماء، زي بالظبط مثلا استفانوس وهم بيرجموه يقول كان وجهه منير كوجه ملاك. مش بس وجهه كوجه ملاك، لكن يقول يا رب لا تقم لهم هذه الخطيئة. فشوف قد ايه القلب بتاعه نقي والوش بتاعه نقي، ويقول كلام جميل يا رب لا تقم لهم هذه الخطيئة. وده تلاقيه في كل الشهداء، ان هم ناس قلبهم جميل قوي قوي. واحد من القديسين الشهداء اسمه القديس أبو جريد، فكان بيهددوه وبعدين بيقولوا له طيب احنا هنعمل يعني ولعة كبيرة قوي وهنحطك فيها، هنروح نقطع جريد كبير قوي ونحطك في الحريقة دي. ففي البساطة بتاعته والجمال بتاعه مسيح ساكن جوه قلبه، قال لهم طيب حاجة بسيطة قوي، قبل أن يقطع الجريد يفعل الله ما يريد. هو دي قلب الشهداء، تسليم كامل ربنا، يفعل الله ما يريد. وجم يقطعوا الجريد، طلعت أفعى ضخمة جدا من الجريد ده، هو تنوم بيقطعوه ونهشتهم ومنعتهم ان هم يقتلوه في الوقت ده، استشهد بعد كده. لكن شوف قد ايه البساطة بتاعت الشهداء والنقاوة بتاعتهم. القديس فيليمون بنفس الطريقة، أريانوس الوالي بيقول له صلي لي عشان تشفى عيني. هو عارف انه بعد ما يشفي له عينيه هيقطع راسه برضه وهيستشهد برضه. فقال له طيب انت هطلب منك طلب، انت اعمله لي وانا اعمل لك الطلب بتاعك. قال له ايه؟ قال له خليني الاول أحصل على الغية بتاعتي إن أنا أوصل السماء.
واقطع راسي وخليني أروح عند المسيح، وبعد كده أوعدك إن التراب اللي حوالين القبر ده اشفي، حطه على عينيك وربنا هيشفي لك عينيك. وفعلا عمل كده إريانوس الوالي بعد ما القديس فيليمون نال إكليل الشهادة، وخد شوية تراب من القبر حطهم على عينيه، وأصبح إريانوس ده بعد كده استشهد على اسم المسيح. شوف قد إيه. فالنقطة الأساسية في عيد الناروز وأكل البلح، عشان البلح يفكرنا إنه قلب الشهداء كان قلب أبيض خالص، قلب الشهداء قلب صافي، قلب مليان بالمحبة، زي بالظبط القلب بتاع البلحة. فسنة جديدة ربنا مدهلنا، عاوزين نستفيد بيها، تعتبر وقفة أو فرصة إن إحنا نشوف إزاي نستفيد بالسنة الجديدة دي اللي هي سنة الشهداء. نقاوة قلب الشهداء أو نقاوة قلب الإنسان بصفة عامة مهمة جدا. القلب طبعا احنا بنقول القلب، ما بنقولش على القلب يعني اللي هو صمام القلب والقلب اللي بينبض ده، يعني القلب نقصد بيه مشاعر الإنسان وأحاسيسه والتصرفات بتاعته. فالإنجيل يقول إيه عن أهمية القلب؟ يقول من فضلة القلب يتكلم اللسان. واحد قلبه نقي مع ربنا، ما تطلعش من بقه كلمة صعبة، ما تطلعش من بقه أي حاجة أبدا، لأن قلبه من جوه، القلب هو اللي بيخرج الكلام ده. ومرة تانية في الإنجيل يقول الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، يعني قلبه من جوه كله صلاح، ما يقدرش يخرج أي حاجة إلا تكون حاجة صالحة من قلبه. يقول احفظ قلبك طاهرا لأن منه مخارج الحياة. وإحنا بنعيد بعيد الناروز نقول له ربي طلبة حاطينها قدامك، إنك أنت تدينا قلب نقي، مشاعر نقية، تاخد من قلبنا القلب الحجري اللي مفهوش عواطف مفهوش محبة، وتعطينا بداله قلب لحمي يكون حساس، يكون مليان بالمحبة حتى يتمتع بالحياة. القلب النقي يتمتع بالحياة، القلب المليان بالشر تخرج منه شرور كثيرة، ومعروف إن الشرور الكثيرة دي بتجيب للإنسان متاعب كبيرة جدا. الشر بيجيب شر وبيجيب متاعب كتيرة خالص. أما الرجل الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، وتبقى حياته كلها صالحة. طب يا ربي إزاي، عنوان موضوعنا إزاي يا ربي تعطيني قلب جديد، يعني قلب جديد إن أنا بدل ما يكون عندي شر أتخلص منه، يكون عندي شهوة رديئة أتخلص منها، يكون عندي إدانة للآخرين أتخلص منها، أو يكون عندي حسد للآخرين أتخلص منها. إزاي يا رب تديني قلب جديد؟ ده نقطة بحثنا، وده بحث كويس خالص خالص عاوزين نشوفه مع بعض. أول حاجة عشان ربنا يديني قلب جديد، أعرف إن القلب الجديد ده مش عملية ترميم، يعني مش زي الرينوفيشن، يكون واحد بيعمل رينوفيشن حتة قديمة وحتة جديدة. لا، القلب الجديد معناته ربنا ياخد مشاعر الوحشة بتاعتي كلها وقلبي الوحش ويديني قلب جميل زي قلب الشهداء، زي البلحة من جوه إنها تبقى بيضة بالمنظر ده في عيد الناروز. فما ينفعش عملية الترميم دي، حتة جديدة وحتة قديمة، مش هي دي اللي احنا بنتكلم عليها. فالحتة القديمة والحتة الجديدة ما تنفعش، دي موجودة في إنجيل معلمنا لوقا الإصحاح 5،
عدد 36 و37، بيقول إيه؟ لا يستطيع أحد أن يجعل رقعة من ثوب جديد على ثوب عتيق، لأن الملء يأخذ من الثوب فيصير الخرق أردأ. فالقلب الجديد اللي أنا عايزه ده مش حتة قديمة وحتة جديدة، بيشبهها ربنا يسوع في لوقا 5 عدد 36، بيقول ما أجيبش حتة قماش قديمة على حتة قماش جديدة وأخيطهم في بعض. They will not last. مش هينفع إن قطعة رقعة جديدة من ثوب جديد على ثوب عتيق. أنا عايز الكل يصير جديدا. مش هينفع الترقيع ده في الحكاية دي. حتى في العلاقات بتاعتنا عاوزين إن إحنا حاجة جديدة، مش شوية كراهية وشوية محبة، شوية محبة وشوية غيرة، لا، عاوزين الكل يبقى جديد. ويرجع تاني في لوقا 5 عدد 37 عن إن الترميم في ناحية المشاعر ما ينفعش. أنا محتاج لقلب جديد، محتاج لمشاعر جديدة بالكامل. فيقول إيه؟ ليس أحد يجعل خمرا جديدة في زقاق عتيق. عتيق إيه الزقاق دي؟ كونتينر يعني، وده كونتينر ده كان بيبقى معمول من جلد. فبيقول إيه؟ الكونتينر الجلد ده أحط قديم، هو قديم، أحط فيه خمر جديدة. الخمر الجديدة بعد شوية تكسباند، ولما هي تعمل اكسبانشن هتضغط على الكونتينر ده القديم فهيبتدي يتفرتك. فما ينفعش خمر جديدة في زقاق عتيقة، ما ينفعوش، إنه حتة كده وحتة كده، فمش هتجيب نتيجة كبيرة أو نتيجة كويسة. لما أنا أقول في السنة الجديدة أنا يا رب خلينا أتحسن في النقطة دي وأسيب بقية النقط، هو ده عملية ترميم اللي في القلب دي، اللي هي بيتكلم عليها الإنجيل إنها ما بتجيبش نتيجة مع الواحد. وإدالها مثالين زي ما بقول في لوقا 5، يا إما القماش، رقعة قماش جديدة على ثوب عتيق، أو خمر جديدة في زقاق عتيقة، ما بتمشيش الحكاية دي. يبقى إذن في حياتنا وإحنا في عيد النوروز مش عاوزين ترميم لحاجة نتحسن فيها والباقي كله زي ما هو، ما بنحبش الناس أو بندين الناس أو عندنا كراهية أو عندنا محبة ذات، نتحسن في حاجة ونسيب الحاجات الباقية كلها، الترميم ده مش هيجيب نتيجة معانا. هيحصل تحسين وقتي وبعد كده نرجع تاني لمتاعب. يبقى اللي احنا عاوزينه إذا كنا عاوزين نعيش مع ربنا مش مجرد ان احنا نتحسن في حتة واحدة، عاوزين نقول له ربي خد القلب الحجري بتاعنا بما فيه الحسد والخصام والشهوة والحاجات الوحشة كلها، وادينا قلب جديد زي قلب الشهداء دولت. مش كتير عليك يا ربي انك انت تعمل كده. نقرأ في الإنجيل البحث في الموضوع ده، موضوع القلب الجديد، في سفر حزقيال إصحاح 36 من عدد 25 ل 38 عن وعد ربنا بالقلب الجديد، وقد إيه لما ربنا هيدينا قلب جديد هيدينا بركة لا توسع، يعني الاثنين مع بعض. فبيقول إيه بقى حزقيال 36؟ أرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون، تطهرون من كل نجاساتكم ومن كل أصنامكم، أطهركم وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم. أدي وعد المسيح، أعطيكم قلبا جديدا. مش هتخلص من الخصام بس وبقية المتاعب موجودة، لا، أعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدا في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم. ودي حتى بنقولها في الصلوات، أما نطلب من واحد يصلي يقول له رب خد القلب الحجري بتاعي، القلب ده اللي مفهوش عواطف وزي حتة الحجر، وأعطيني قلب جديد، إنسان حساس أقدر أحس بالضعفاء
وأحس بالمساكين وعندي الحساسية دي، وإيه كمان؟ وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائضي. يعني مش بس إن هو يدينا قلب جديد ويساعدنا وإحنا بننفذ الوصية، شوف الجمال بتاع الآية، أجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائضي وتحفظون أحكامي وتعملون بها وتسكنون الأرض التي أعطيت آباءكم إياها وتكونون لي شعبا وأنا أكون لكم إلها. يعني إيه؟ لو إحنا ربنا حدينا العطية دي، قلب أبيض زي قلب الشهداء، قلب أبيض زي قلب القديسين، بيقول تكونون لي شعبا، هو عايز ولاده يبقوا كده، وأنا أكون لكم إلها. طب أنا لو بتنافس مع الناس التانيين، يبقى أنا قلبي مش نقي، يبقى لسه ما خدتش الهدية دي من ربنا، لأن قلبي بيتنافس وقلبي مش بيحب كفاية وقلبي منشغل. وإيه كمان؟ وأخلصكم من كل نجاساتكم وأدعو الحنطة وأكثرها ولا أضع عليكم جوعا. يعني كمان وعد من ربنا، لما يدينا القلب الجديد ده هيشبعنا، مش محتاجين لحاجة. يقول أخلصكم من نجاستكم أدعو الحنطة وأكثرها. شوف وعود قد ربنا قد إيه، بس يكون الإنسان عايز قلب جميل وعايز قلب صالح وقلب حلو ويطلبه من ربنا، ربنا يديهوله ومع حاجات كتيرة خالص. وأكثر ثمر الشجر وغلة الحقل، كل الخيرات حدها لك، بيوعد ربنا، لكي لا تنالوا بعد عار الجوع بين الأمم. بيقول أنا مش هسمح بقى، بعد ما يكون قلبكم معايا هتبقوا جعانين بين الأمم وتبقوا عريانين، لا مش هيحصل، هديكوا كل حاجة، تكون الحنطة وهديكوا كل حاجاتكم، مش معونة أسيبكم تجوعوا بين الأمم. وأكثر ثمر الشجر وغلة الحقل لكي لا تنالوا بعد عار الجوع بين الأمم. أنا مش هسمح، ربنا بيقعد يقول أنا مش هسمح إن بعد ما أديكوا قلب جديد، عطية من عندي، قلب طاهر، قلب مقدس، قلب ما يعرفش الغضب والزعيق والمضايقة والنرفزة والشهوة وكل الحاجات دي، قلب جميل كده هو، أنا مش هسمح إن أنتوا يبقى عندكم أي جوع ولا أي احتياج لأي ثمر ولا أي حاجة بين الأمم، لأنه ناس عايشين في وسط أمميين وفي وسط ناس مش مؤمنين، مش ممكن أخليكم إن أنتم تبقوا جعانين خالص خالص. فشوف قد إيه القلب الجديد ده اللي هو بيديه ربنا، شوف مواصفاته شكله إيه ومعاه وعود قد إيه. أيضا في رسالة معلمنا بولس إلى أفسس الإصحاح الرابع عدد 17 لعدد 24 بيقول إيه؟ بيقول عن إيه؟ عن القلب اللي بيعطيه ربنا، اللي هو القلب الطاهر ده، اللي هو القلب المقدس الأبيض، القلب الأبيض الجميل. يقول إيه؟ فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم. خلاص لو واحد هياخد قلب جديد، هو القلب بتاعه مش زي الأمم، إذ هم مظلموا الفكر. اللي ما عندوش قلب جديد من ربنا، قلب فكره مظلم ومتجنبون عن حياة الله. ربنا في سكة وهم في سكة، اللي هم قلبهم مظلم لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم. فالموضوع موضوع قلب، قلب غليظ شديد عنيف، ولا موضوع قلب طاهر ربنا قدسه من جوه. الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع. ده مين دولت؟ اللي هم قلبهم مش مديهم ربنا الطهارة في القلب. يقول أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع. وأما أنتم، يكمل معلمنا بولس في رسالته لأهل أفسس، وأما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا، إن كنتم قد سمعتوه وعلمتم به فيه كم هو حق في يسوع، أن تخلعوا من جهة التصرف السابق
أول ما ربنا يدينا قلب الشهداء وقلب القديسين دول، تجعله من جهة، تخلعه من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق. إيه هو الإنسان العتيق؟ اللي هو ميال للخطية، مش بيفكر في الأبدية، بيفكر هنا في الحياة الوقتية دي. الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم، وتلبسوا الإنسان الجديد اللي هو قلبه جديد، يعني المخلوق بحسب الله في البر والقداسة والحق. يبقى 3 حاجات. لو ربنا ينعم على الواحد بقلب جديد، قلب مقدس من عند ربنا، بيكون فيه إيه؟ فيه بر، يعني بعيد عن الخطية، وميال للقداسة والحق، ما يقولش إلا كلمة الحق خالص عليه. فشفنا عهد قديم وعهد جديد في البحث ده عن القلب الجديد، قلب القديسين، قلب الشهداء. ده مش عملية ترميم، واتكلمنا من لوقا 5 إن الترميم هيجيب نتيجة مؤقتة، إن اتحسن في حاجة وبقية الحاجات كلها صعبة. لكن القلب الجديد ده عطية، هذه العطية تخليه حياتي على طول مقدسة مع ربنا. طبعا مزمور 50، مزمور 50 اللي احنا بنصليه في الأجبية كل يوم وكذا مرة، بتاع ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، بنقول له ايه في وسط المزمور؟ نقول له قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. ايه رأيكم في كلمة اخلق؟ يعني القلب اللي انت هتدولي ده، انا عايز خلقة جديدة، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله عشان اشوف النور. بالظبط زي الترتيلة اللي كانت بترتلها بنتنا في الاجتماع النهاردة، قلب جديد، النعمة تشوف النور والمصدرة غير موجود، وحاجة منظر تاني خالص اللي ربنا ينعم عليه بالقلب الجديد ده، مليان هدوء، مليان طهارة، مليان بركة، مليان عدم خوف، ما عندوش الحتة بتاعت الخوف دي، لأنه ده وعد ربنا، قال القلب الجديد ده حامل منه حاجات كتيرة جدا. يا ربي نقول مع داود النبي، نقول له قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. القديسين لما بياخدوا قلب جديد ساعات ياخدوا أسماء جديدة معاهم، يعني تلاقي واحد اتعمد ويدوله اسم جديد في المعمودية، واحد دخل المسيحية يدوله اسم جديد بعد ما دخل المسيحية، علشان إيه؟ عشان قلبه جديد. مرة تانية مش بتكلم على القلب اللي هو صمامات القلب والعضلة دي اللي بتحط المية وبتحط الدم قصدي، لا احنا بنتكلم على الإنسان من داخله، اللي بيتحكم في كل تصرفات الإنسان هو القلب من داخله. سؤالنا إزاي ربنا يديني قلب جديد؟ ده كمالة البحث بتاعت النهاردة، كيف يعطيني الرب قلب جديد؟ طبعا زي ما كلمت حضراتكم قبل كده، في حاجة اسمها الجهاد السلبي وحاجة اسمها الجهاد الإيجابي. الجهاد السلبي مطلوب والجهاد الإيجابي مطلوب. في الجهاد السلبي إن أنا ليا دور، والدور بتاعي ده مش هيبقى كافي، ليا لربنا يكمل الدور بتاعي عشان أحصل على القلب الجديد ده الطاهر المقدس المركز على السماء زي القديسين دولت. الدور بتاعي إن أنا أتغلب على الثنائية، ما يبقاش ساعة لقلبك وساعة لربك، أتجنب الحكاية دي، تغلب على الثنائية في القلب. عايز أحب ربنا، أحب ربنا. طب يا جماعة إحنا هنعمل حفلة رقص بقى وإحنا هنرقص؟ لا 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 لا، أنت ارقص على كيفك، اتفضل اعمل زي ما أنت عايز وأنت براحتك خالص، لكن إحنا أنا مقدرش إن أنا على الثنائية دي، مقدرش إن أنا أبقى شوية في العالم وشوية بره العالم، اللي دخلت الإيه الثنائية زي ما بيقول الآية في الإنجيل، هذا يدفعني وذاك يمنعني. حتتين دولت ضد بعض، ده الجزء بتاعي ان انا اقول لا، انت هتبهدلني بقى في الموضوع ده هوت، وهتخليني ان انا to defile myself، وان انا اخش في شر معاك في الحكاية دي، لا انت تتصرف ده انت عايز، لكن انا ما اقدرش
ده الجزء بتاعي اللي لازم أعمل فيه. لما الناموسي سأل السيد المسيح وقال له ما هي الوصية العظمى في الناموس، قال له تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. يبقى معنى كده أعمل الجزء اللي عليا عشان أحصل على هذا القلب النقي اللي بيغير كل حاجة في السيستم بتاعي، في تفكيري وفي أحاسيسي وفي مشاعري وتصرفاتي وكل حاجة. بقيت إنسان جديد لابد أحطها في دماغي، إن أنا أبعد عن الثنائية لكن أخلي ربنا هو كل حاجة في حياتي. أما السيد المسيح كان بيتكلم مع الفريسيين، الفريسيين إحنا مش بننتقدهم ولا لين، إحنا بنقول على واقع موجود، بيقول لهم أنتم تنقون خارج الكأس والصحفة وداخلهما مملوء اختطافا وكل اسم. نقي أولا داخل الكأس. فكان صراع بين السيد المسيح والفريسيين علشان إن هم عاوزين يشتغلوا من بره الأول عشان ينقوا من بره قدام الناس، لكن بيسيبوا اللي جوه زي ما هو ما ينفعش. قال لهم انتوا عايزكم تعملوا العكس، تعملوا ايه؟ نقي اولا داخل الكأس. قال لهم انتم تنقون خارج الكأس والصحفة وداخلهما مملوء اختطافا، نقي اولا داخل الكأس، اشتغل من جوه الاول. فاول حاجة عشان انا ربنا ينعم عليا بالقلب الجديد، يعني انسان جديد مشاعره مختلفة، عينيه مختلفة، أهدافه مختلفة، كل حاجة رايق زي ما يقول تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. إنسان مرتاح، قلبه مرتاح من جوه. إزاي أنا عشان أحصل عليها؟ علي جزء أولا إن أنا ما بقاش ليا الثنائية دي شوية كده، سأل قلبك وسأل ربك دي ما تنفعش، أو إن أنا أهتم بالخارج الناس يقولوا الناس عليا إيه، ما اهتمش بالداخل. من ناحيتي ابتدي ان انا اهتم بالداخل اول. وبعدين لما انا اقتنع بيها ان كل حياتي هتتغير لو قلبي اتغير، زي يعقوب بالظبط لما كان بيصارع مع ربنا ويقول له لن اتركك قبل ان تباركني، اديني هذه البركة انك تغيرني من جوه، عايزك تخليني انسان جديد من جوه، ويصارع معاه طول الليل. وداود كان في لجاجة كبيرة جدا، يقول كل ليلة أعوم سريري بدموعي، عشان زي بالظبط قاضي الظلم. أما كان السيد المسيح بيقول قاضي ظلم وفي أرملة وعمالة كل شوية تقول له انصفني، فبيقول من أجل لجاجتها قاضي الظلم ده هيجي في وقت من الأوقات ويديها. يعني شوف قاضي وظالم، لكن هي من أجل لجاجتها هيجي ربنا يديها الطلبة بتاعتها دي. فطلبتنا لينا في الناروز وفي عيد الشهداء اللي كان قلبهم زي القلب بتاع البلحة كده أبيض خالص كده، قول له عاوزك تغيرني من جوه وأنا هتني أطلبها منك. داود النبي مرة يقول ربنا لماذا تقف خارج الدائرة؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ أنا عايزك تكون معايا، إلى متى تنساني إلى الانقضاء؟ حتى متى تصرف وجهك عني؟ ويتنوا ليه بقى؟ لأنه بيطلب بلجاجة. كذا مرة احنا خدنا عظة قبل كده عن الصلاة بلجاجة، مش مرة واحدة، تتنك الطلب اللي انت عايزه تطلبه مليون مرة وما تنساهوش ابدا، وتنك اطلبه زي ما قلت لكم على قاضي الظلم اللي بينصف الارمله دي اللي بتطلب بلجاجه. ف داود النبي في صلواته يقول الى متى تنساني الانقضاء حتى تصرف وجهك عني؟ يبتهج قلبي بخلاصك. في نهايه المزمور ده يقول له انا متاكد انك انت هتسمع يا رب كلامي وهتديني الطلبه بتاعتي. فلو اقتنعنا انه الترميم ما ينفعش عشان تغيير مشاعر قلبنا، نحسن في ناحية والباقي كله زي ما هو،
احنا اكدنا على النقطة دي، ما ينفعش الترميم في القلب، عاوزين تغيير كامل، ولا دين الاخرين ولا ليا دعوة بالاخرين ولا الشهوة الرضية مع اي مخلوق ولا ان انا عندي الاعجاب النفسي ولا انسان زي ايه شبه القديسين دولت وسبب الشهداء 1 في المليون بس منهم. وحاجة كمان، ان اللي مصر على انه في عيد الشهداء ربنا يديله او يديلها قلب نقي زي الشهداء ما يرجعش في الكلام تاني، يعني عارفين قد ايه ما يرجعش في الكلمة بتاعته وفي الطلبة بتاعته. في الإنجيل واحدة رجعت في كلامها لما جه الملاك في سدوم وعمورة وأنذرهم إنه هيحرق المدينة لأجل كثرة الشر الموجود فيها، وخرج لوط ومعاه امرأة لوط، وخلاص خرجوا من المدينة، لكن للأسف هي بصت إلى الوراء، وكلنا عارفين قد إيه المنظر صعب، إنها تحولت إلى عمود ملح. إيه مشاعر لوط؟ إيه مشاعر ولاد لوط لما يشوفوا الأم تحولت إلى عمود ملح؟ خلاص ماتت، ماتت وحولت إلى عمود ملح قدامهم، وهم هربانين مدين ظهرهم لسدوم وعمورة. رجعت في كلامها، رجعت في كلامها وبصت تاني لورا. فما نرجعش في كلامنا خلاص، لما الحد يكون شخص متأكد إن أنا مش عايز السكة دي، مش عايز المشكلة دي، مش عايز الموضوع ده، مش عايز الحكاية دي، مش عايزها، خلاص يروح الشخص ياخد قرار، خلاص يوجه نظره، خلاص. مرة راحوا للسيد المسيح قالوا له هيرودس مزمع أن يقتلك. السيد المسيح قال لهم تتكلموا على ايه؟ انا خلاص انا متجه، قال اذهب اليوم والغدا وفي اليوم الثالث اكمل، روحوا قولوا لهذا الثعلب انا ماشي في سكتي مش هرجع فيها. مهم خالص خالص ان الشخص لو اقتنع ان انا عاوز ربنا يغيرني من جوه ويديني قلب جديد ما ارجعش فيها تاني، واتني ماشي في هذا الاتجاه. بني اسرائيل برضو في الكتاب المقدس بعد ما خرجوا في البرية وربنا طلعهم بذراع قوية وقد إيه عمل معهم موسى النبي، بعد ما خرجوا في البرية وتركوا قدور اللحم لكن رجعوا فيها تاني، كل عقلهم رجع في وقت من الأوقات، طب وموسى ده طلعنا ليه وإحنا هنهلك في البرية؟ طب أنتوا كنتوا عبيد، انتوا كنت عبيد في ارض مصر، العبد ده يعني يباع ويشترى، انتوا دلوقتي خرجتوا للحريه بقيتوا بني ادمين عاديين، ازاي؟ لا رجعوا فيها، وفعلا تركوا قلبهم في قدور مصر وفي اللحمه بتاعتهم. علشان كده معلمنا بولس الرسول بيقول لكل واحد فينا ما ترجعش في كلمتك، ما ترجعش في كلمتك، انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام ساعيا نحو الهدف. لما تكون انت خلاص قررت انك انت عاوز تمشي مع المسيح وانك انت مقتنع ان المسيح ده ليه الحياة هي المسيح ومبسوط بيه، ما ترجعش فيها تاني مهما يجيلك اي ظروف، ما ترجعش، انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام ساعيا نحو الهدف. نقول له يا ربي واحنا في بداية السنة الجديدة، سنة الشهداء القديسين، وببركة أرواح القديسين وبركة صلوات الكنيسة المنتصرة وبركة الملائكة، عاوزين يا ربي ما نركزش على تحسينة بسيطة السنة دي والقلب تنه زي ما هو، اللي هي اتكلمنا عليها الترميم في لوقا 5، ما ينفعش هيبقى حاجة بسيطة كده وكل الدنيا حتى انها زي ما هي. لا يا رب، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، انا عاوزك وعندك وتقدر
وتقدر تعملها لي وأنا عايزها منك، أنا ربي طالب منك تديني قلب جديد. مش هتني بقى إن أنا أعرج بين الفرقتين وأعمل كده وأعمل، اديني قلب جديد زي ما أنت وعدت في سفر حزقيال 36، سأعطيكم قلبا جديدا وروحا جديدا في داخلكم. ده وعد، وليكن كل إنسان كاذبا والله هو الصادق. وعد، وعدك صادق، أعطيك قلب جديد، ولا يغير من الناس، ولا يحسد الناس، ولا يتميل بالشهوة الرضية، ولا يفكر في أموال العالم. لا 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 لا، لا. ده عاوز يا رب منك تديني قلب مقدس، تعطيني حياة مقدسة، لأنه الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. شكرا لكل محبتكم، لو حد عنده تعليق أو سؤال تحت أمركم. طيب، جزيل الشكر. نصلي مع بعض. اجعلنا مستحقين ان نادي الاب باسمك، ونقول يا ابانا الذي في السماوات، قدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع لك الملك والقوه والمجد ابد امين. محبه الله الاب ونعمه الابن الوحيد ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح وشركة موهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون مع جميعكم. Have a nice day. Beautiful day everyone. خليكم دايما فرحانين. النهاردة عيد كبير، والنهاردة الصلاة نفسها كانت فريحي. Enjoy every minute of the day. ربنا يحافظ عليكم ويكون معكم. تعيش وتعلمنا يا أبونا. ربنا يخليك. ربنا يخليك. شكرا. شكرا جزيلا لكم. Thank you.